تضع اللجان النيابية طلبات استجواب الوزراء على طاولة رئاسة البرلمان، لا سيما بعد انطلاق التخصيصات المالية للموازنة الاتحادية. حراكنا جديد تروم من خلاله قوى النيابية استجواب بعض الوزراء في الحكومة الحالية. إذ تنتظر اللجان البرلمانية دراسة رئاسة البرلمان لطلبات الاستجواب بعد تشخيص اختلالات في أكثر من 4 وزارات. خطوتنا باتجاه تفعيل الدور الرقابي لعمل المؤسسات الحكومية، لا سيما مع انطلاق تخصيصات الموازنة المالية. عندنا مشاكل في وزارة النقل، عندنا مشاكل أيضا في وزارة التربية وفي وزارة الاتصالات، وبالتالي التقييم أعتقد لم يكن بالمستوى المطلوب. وهناك شقين في هذا الموضوع، شق أنه أحد متطلبات أو طلبات دولة رئيس الوزراء حتى يقوى يتسنم رئيس الوزراء أنه يكون لديه تقييم خلال 6 أشهر، وبالتالي بعد الضغوطات السياسية تم التمديد لفترة أكثر من 6 أشهر، وبالتالي جدا مسألة طبيعية أن يكون هناك حراك برلماني لاستجواب هؤلاء الوزراء والاستماع إلى أجوبتهم. بينما ترى قوى سياسية أن كثيرا من الوزراء والمدراء العامين بصدد التقييم المرحلي من قبل البيت التنفيذي أولا ثم التشريعي خلال النصف الثاني من المدد الزمنية الموضوعة لمراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والأداء الوزاري. طبعا أداء الحكم الحقيقة سيد رئيس الوزراء قدم تقييم في 6 أشهر إلى البرلمان العراقي وقيم يعني، وبالتالي حتى أقل يعني أكثر من 20 مدير عام، وهو لا زال هناك مؤشرات على بعض الوزراء أو بعض الأشخاص المهمين في الدولة العراقية. هناك تقييم مرحلي لنشاط هذه الشخصيات، وبالتالي هو يعني يقيم حكومته ويطرحها أمام البرلمان حتى يتم ربما استجواب وزير أو شخصية مهمة في هذا الجانب. وتتسع دائرة طلبات الاستجواب النيابية بتقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني طلبا لاستجواب وزير الهجرة لأسباب تتعلق بملف النازحين. خطوة باتجاه تفعيل الدور الرقابي من المنتظر أن يمضي فيها البرلمان مطلع أيلول المقبل، ستمضي بأولى اتجاهاتها نحو تفعيل ملف الاستجوابات. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.